تحياتنا لكم متابعينا من قناة شو الأخبار. معكم حسين هاشم. رمضان كريم عليكم وعلى عائلتكم إن شاء الله. هذا الشهر شهر الرحمة والمحبة والغفران وشهر التسامح ما بين بعضنا، وأيضا هو شهر كريم. ومثل ما بتعرفوا نحن كجاليات عربية وشرق أوسطية كتير مشهورين نحن بأكلاتنا، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك. ومثل ما عودين على قناة شو الأخبار دايما بنحب نتميز بالبرامج اللي بنعرضها على القناة. اليوم هي الحلقة الأولى من برنامج مطبخنا. هيدا البرنامج رح يكون يطل عليكم بشكل أسبوعي كل نهار أربعة الساعة 4:30 عصرا بتوقيت ميشيغان. وأكيد هيدا البرنامج يعرض بشكل مباشر، الحلقة منا مسجلة. رحنا وياكم رح نعمل طبخات وأطباق من بلدان مختلفة شرقية وغربية، وأكيد نحن وياكم رح نعطيكم المقادير، رح نعطيكم الخطوات اللي هي من خلالها فيكم تعملوها بشكل مبسط جدا. اللي هو بحياته منه طابخ، من خلال هيدي الدايركشنز او الخطوات اللي رح نعطيكم اياها اليوم رح تقدروا من خلالها تتبهوروا اذا بدنا نقولها على بعضكم، وتقولوا انا بعرف اطبخ هيك وانا بعرف اطبخ هيك. انا مأكد 100% هذا رح يصير اليوم. رح نعمل شغلتين اليوم اكيد معي ضيفنا اللي هو الاساس وهو تاجنا، معنا بي اليوم الشيف الاستاذ محمد نور الدين هاشم اللي هو استاذ فنون فندقيه لاكثر من 30 سنه. اسم الله لأكثر من 30 سنة 35 سنة أستاذ فنون فندقية، صاحب مطاعم وصاحب أوتيلات بالخليج وبلبنان. فأكيد اليوم أنا سعيد جدا أنه أخيرا قدرنا نعمل هيدا البرنامج. كنا عملنا حلقة خاصة بكريسماس وعملنا بيج دو نويل وهيك، بس هيدا البرنامج اللي هو It's long due صراحة أنه نعمل شيء نحن وبيي. فأكيد أنا سعيد جدا أنه هو موجود اليوم في هيدي الحلقة ورح يعطيكم الخطوات. الأستاذ محمد تخرج من تحت إيده مئات وألف والألوف من الطلاب، فأكيد اليوم نحن وياكم رح نستفيد من وجوده معنا ومن خبرته بهذا الموضوع. انا التليفون وينه حبي اليوم، فاكيد حيلا واحد عنده سؤال فيما يتعلق بالاطباق اللي رح نعمله نحن اليوم. فيكم تكتبوا سؤالكم في مربع التعليقات، وحتى اذا عندكم سؤال خارج نطاق الاطباق اللي نحن عاملينها اليوم رح نحاول قد ما فينا نجاوبكم على اسئلتكم. كمان ما تنسوا رح نسحب اليوم اسماء رابحين، رح نسحب اسم هلا اليوم وبعد عشية بالليل نسحب اسم تاني. كل اللي عليكم تعملوه هو تعملوا تاج لثلاثه من رفقاتكم اسم الولايه اللي عم تحضرونا منها، وتعملوا شير للفيديو. إلك أهلا وسهلا فيكم. لكن الشيف محمد ياشي مثل ما وعدناكم أنه راح نعمل اليوم أكلتين اللي هن شربت العدس، وعندنا دجاج على الطريقة الشرقية. راح نبلش أول شيء بشربت العدس بمقاديرها الكميات اللي هي لازمة لحتى نطبق هالأكل هذا. تمام. يعني عندنا أول شيء اللي هو الأساس العدس الأحمر المجروش. في كتير أنواع عدس مزبوط؟ ايه طبعا، بس هو الشوربة هذه بدها العدس الأحمر المجروش. عم بيبين على الكاميرا زينة مش هيك؟ سو لما يروحوا عند المحل شو بيقولوا له؟ بدنا عدس مجروش أحمر. مجروش أحمر عدس مثل هيدا، يكون لونه مثل هيدا مجروش أحمر. تمام. بعدين عنا البصل، يعني عنا 400 عدس وعنا 100 جرام بصل مفروم ناعم، وعنا زبدة 75 جرام طبعا مشان نقلي البصل فيهم ونقلي الخضار. في شيء زبدي نوع معين ولا لا؟ لا يا زبدي ما بيأثر. وعندنا بطاطا تقريبا 100 جرام، هذه البطاطا لأن فيها مواد نشوية مشان الشوربة تعقد معانا. نعم. بس نحط مع العدس بصفي تعطي سماك اللي هي مطلوبة. البطاطا بلاحظتك فارمها انت؟ فارمتها ناعم لحتى تدوب معنا، لانه ما بدناش نطحنها على المكنة هذه. بدنا نضلينا على الكاميرا اللي هون. بدناش نطحن الشوربة على المكنة، بنخليها شوي بالدسامة تعملها. طيب بدوش يفرمها فيه يطحنها على المكنة؟ فيه يطحنها على الماجيميكس او يطحنها على الخلاط على البرندر بده اياه، بيطحنها ناعم. نعم. او في خليها، لانه هلا نحن رح نغليها شوي زياده رح يستوي البطاطا والعدس والجزر. نحن حطينا لها مثل مواد عطريه شيء منكه يعني، حطينا لها جزر. اوكي. فينا ما نحط جزر، فينا نضلنا على البصل والبطاطا
والعدس وعندنا الزبدة وعندنا المرقة تقريبا شي لتر. يعني أول شيء بدنا نقلي البصل بالزبدة ليعكدون أصفر شوي، نرجع منحط البطاطا من قلب البطاطا، نرجع منحط العدس لحتى العدس يتغلف مواد دهنية، نرجع منحط الجزر بظهره كمان من قلبه شوي، نرجع منحط المرقة، منحط لها ملح بهار أبيض أقل شيء بتغليل شيء تلت ساعة لا تستوي معنا. أكيد أنت بلشت تعطيهم الستابس يمكن هلأ المكونات تبع أول طبق أول طبقة وعندنا البقدونس بقدونس للزين اللي هو العدس ايه شوربة العدس هيدا. المكونات موجودة قدامكم على الشاشة، زينة حاطت لكم اياها على الشاشة اكيد محل صورتي انا كنت مغطيتني فما بيأثر. مكونات موجودة هونيك فيكم تاخدوا سكرين شوت للمكونات اكيد عم بيذكرهم كمان الوالد شو هن. تفضل. وعندنا البقدونس هيدي للزينة بس نسكبها بالجاط بصحن التقديم او بالجاط التقديم، بدنا نرش على الوجه بقدونس ناعم للزينة هيدا. هذا للزينة بقى. للزينة البقدونس. شو إذا بدهم يحطوه؟ ما بدهم فين ما يحطوا البقدونس بس إنه هو للزينة هذا. تمام. هلا إذا جينا للأكل الثاني اللي هي الدجاج الشرقي عندنا فروج. بدك تعطيهم مقادير دغري ولا خلينا نبلش؟ خلينا نبلش بشرب العدس. شرب العدس ونعطيهم المقادير للثاني. أكيد متابعينا ومشاهدينا أول طبخة نحن عم نعملها اليوم أول طبق هو شوربة عدس. مثل ما ذكر عدس أحمر مجروش 400 جرام، بصل ناعم 100 جرام، زبدة 75 جرام، بطاطا 100 جرام، مرقة شو مرقة الدجاج؟ مرقة الدجاج. ماي وفي حتى مكعب، وإذا عندن مرقة عظام إذا سلقوا الدجاج إذا سلقوا عظام الدجاج في نستعملوا مرقة تبعها. أوكي. وملح وبهار ابيض بس ملح وبهار ابيض تمام اوكي. ملح وبهار ابيض هيدي حسب قديش الواحد بده يعني مش هيك؟ ايه على يعني حسب ما هو بيحب الكميات تبعها. تمام. هذه كثير نقطه يعني انت لا تسي حدا عنده ضغط او حدا عنده قد ما بده هو الملح بيحدد قديش بده الملح بالطبخه بده بيحدد الملح والبهار الابيض قديش بده هو يحط. تمام. بس تقريبا هي طبخه مثل هذه 400 جرام عدس بدل 5 جرامات ملح. قديش بتأدي لكم شخص سيدي نحن 400 جرام؟ هي ال 400 جرام لعشر أشخاص. لعشر أشخاص بتأدي؟ لعشر أشخاص. تمام. يعني اسم الله ما بعتقد نحن يمكن عندنا أكثر من 10 أشخاص، إذا عندكم أكثر من 10 أشخاص بتصيروا فيني يزيدوا الكمية وفيني يقللوها حسب الأشخاص. أكيد. يعني أو بتزيدوا إذا عندكم أكثر وبتعملوا الفورمولا يعني، أو بتنقصوا إذا عندكم عدد أقل من الأشخاص. الحلو بشوربة العدس إنه مش ضروري تاكلوها بنفس اليوم، يعني فيكم تعملوا الطبخه اليوم وتاكلوها على يومين ثلاثه اذا بدكم يعني. فاكيد خلينا نشوف شو عم بيصير هونيك اذا فينا نعطيهم الستات انت وعم تحطهم. هلا حطينا البصل بدنا اول شيء حطيت زبده، حطينا زبده وشويه زيت صغير لحتى الزبده ما تعطي لون اسود تحترق يعني. تمام. وهلا حطينا البصل، المفروض البصل يصير لونه اصفر لنحط البطاطا يعني اصفر مش انه يصير لا مش اسود لونه هيك عصفار يعني. تمام. بس تمام. بس نحط البطاطا بنقلبها شي دقيقتين نرجع بنحط العدس، المفروض العدس نقلبه لتتغلف مواد دهنية كمان. تمام. هيدي شوربة العدس كتير منيحة صراحة لانه عم تحكي انت عن شغلي فيها فايبر بقلبها. فيها فايبر العدس بيعطي حديد كمان. يعطي حديد كمان. فشغلة كتير صحية شوربة العدس. وفي عنا البطاطا نشويات. يعني هيدي وجبة كاملة مثل ما بيسموها من انا اكيد عم بحاول اطلع على الكومنتس الموجودين. بدي تحية لكم جميعا لماهر لفاطمة لأمينة لباسمة لزيزي خليفة عم بيقولوا إذا فينا نقرب الكاميرا. أكيد لما نحن عم نشتغل على الأكل الكاميرا عم بتكون قريبة على الأكل فبقدركم تشوفوا شو عم بيصير بقلب الطنجرة، بس نحن عم نروح من وايد لزوم. زينب زين تحياتنا لإلك، خلود تحياتنا لإلك، أروى ميسا أم كريم. أكيد بنتمنى إذا حدا منكم عنده سؤال بما يتعلق بالأطباق اللي نحن عم نعملهم اليوم اللي هي شوربة العدس اللي بلشنا فيها هلأ، بعد شوي رح نعمل دجاج على الطريقة الشرقية مع رز أبيض، او اذا عندكم سؤال عن اي طبق رز شرقي كمان يكون في بهار يعني. اوكي. او اذا عندكم سؤال عن اي شيء انتم طريقه عمل شغله او في شغله بتحبوا انه نحن نطبخها بالحلقات المقبله اكيد اكتبوا لنا اياها في مربع التعليقات كمان لحتى نقدر انه نجاوبكم عليها. تحياتنا لكم تامي ودعد. اكيد بعدنا نحن هلا بلشنا باول ستاب اللي هي الزيت مع الزبده والبصل مش هيك؟ البصل الناعم. تمام. مثل ما قلنا البصل بده ياخذ لون اصفر. لون اصفر. رجوان بتقول يسلموا ايدك يا شيف.
خينا علي، خي علي عم يحضرك من لبنان هلا، بقول لك منور. خي علي كمان استاذ فنون فندقيه. بيي انت عم تحط الشغلات، بدنا نحكي شو عم تحط. هلا حطينا العدس. نعم هلا عم نحط العدس. تمام، ما حطيتنش كله. ها لا خلاص، بحط الكمين احنا قايلين عنها بس يعني. اوكي، العدس بدي قلبه شوي لنغلفه مواد دهنية. هلا اذا بدك تقول صعوبة تنعمل هيدي الاكلة، اذا بنقول من 1 لـ10، قديش واحد مبتدئ بده يعملها، قديش صعب عليه يعملها؟ ما مش صعب كتير يعني، مهم ينتبه لها على اللي عم نشتغلها نحن، وبيعملها دغري ورانا لانه شغلة مبسطة كتير يعني. قول حلو، هيدا الحلقة وهيدا الفيديو رح تضليها موجودة على السوشيال ميديا، على قناتنا على الفيسبوك، على اليوتيوب، على الويب سايت، فبإمكانكم أكيد تتابعوا الحلقة وترجعوا لها. هلا بدنا نحط البطاطا. تفضل. إيه البطاطا اللي هي مقطعة بشكل مقطعة صغير رفيع جدا لحتى تدوب، لحتى ما تاخذ وقت كتير معكم لما عم تغلوها، لحتى ما تاخذ وقت كتير لحتى تدوب. شو اسم الشيف؟ الشيف محمد هاشم. زينب زين عم تسأل هل بإمكاني انه اعمل القطايف بنفس عجينة البانكيك؟ لا لا، القطايف بدها طحين وسميدة، يعني كل كبيتين طحين بدها كل كبيت سميدة. أوكي. سميدة ناعمة. تمام، بس بشكل عام ما فيها تستعمل البانكيك لتعمل قطايف. لا. اوكي، ان شاء الله زينب بركي نكست ويك اذا فينا نعمل نعمل قطايف ان شاء الله، نعمل قطايف سنت الاسبوع القادم ونفرجيكم كيف تعملوا قطايف. بس جوابا على سؤالك، لا ما فيك تستعمل البانكيك لتعملي فيه القطايف. في القطايف في عجينه جاهزه فيك تشتريها من المحلات مش هيك؟ في ايه. اوكي، شو عم نعمل هلا؟ شو حطينا؟ جزر، حطينا مواد عطريه اللي هي الجزر، قد ما بدنا فينا نحط، مش ضروري الكميه. اوكي، نحن مش ذاكرين بالمقادير الجزر، بس هو شكل مواد عطريه. اوكي، رباب عم تسالك شو بنعمل حتى نخلي لون العدس برتقالي؟ هو لونه جاي هيك. لا، بدي اياه برتقالي، بدي اياه يغمق، بديش تقليه. بديش تقليه؟ ما بدي تقليه. يعني اذا قلته بدي بيجي يصفي لون على لون صفار. اوكي، يمكن حتى الجزر بيخليه بيعطيه لون كمان. لا لا لا، الجزر لا ما بيعطي لون، الجزر ما بيعطي لون، يعني بعكس الخضرة. إذا خضرة بدك تحافظ على لونه فيني يحطوا لك كربونات، بس هون لا. اوكي، نسرين كمان عم تقول يا ريت لو بتعملوا لنا قطايف تكرم عينك يا ام كريم. كمان عم تسال بدهم كله بده قطايف، هلا كله عم بيطيب القطايف. بي انت عم تشتغل بدك تقول لهم شو عم تشتغل؟ بس علينا الجزر شوي، بنحط مي هلا. المرقه يعني شو هي؟ المرقه الجزر، هو بس الجزر هيدي حطيناه. لا زياده الجزر، هيدي مواد عطريه لنا نحن. هلا عم نحط مي، هيدي المي سخنتها شيء ولا مي سخنه؟ مي سخنه هيدي. تمام. عاطف عم بيقول لك في نوعين من العدس، البني والاحمر. البني مش المجدره، المجدره المجدره مش مجدره مع 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 الرز او مجدره مصفيه او. نعم، بس هيدا نحن استعملنا عدس مجروش بتسموه انت. ايه احمر هيدا. احمر هيدا. اوكي، دنيا بتقول يا ريت بتعملوا لنا زنود الست. راكب هيدي؟ راكب ايه رجينة؟ انا بشوف لك وين اي واحد منهم؟ تبع الماي؟ تبع الماي؟ ايه بس تكبسها هيك. طيب هلا هنا حطينا الماي، ما بنحط الملح هلا والبهار، بس يغلوا لنا 10 دقائق ساعتها بنحط الملح والبهار الابيض، لانه الملح بيعطي اساوي للحبوب. بدك اياها تغلي ولا خلص؟ ايه بنحط لها شديدة مي بس. اوكي يلا فينا اكيد نحن عم نغلي الماي هل عم نستعملها. لك ما اجمل اللون، بين لون الطنجره زينه على الكاميرا، طبيعي اللون شو حلو، خليه يبين اللون. لا لا بلا ما يبين، انا شو بدهم بشكلي، خلي يشوفوا هالطبخه ما اجملها، طبخه اجمل مني، شو بدهم ببنصي لي انا، خليهم يشوفوا الطبخه. اكيد تحياتنا لابراهيم، لخلود، ام كريم عم تقول قطايف هلا بلبنان صارت غاليه، فكثير مهم انه يعرفوا يعملوها بالبيت. اكيد بنوعدكم نحن نكست ويك الاسبوع القادم نهار الاربعاء ان شاء الله. ليكو اذا لقيت انا الريسبونس حلو على هيدي الحلقه يمكن نعمل حلقتين بالاسبوع. ف زيزي عم تسال بهار الابيض، زيزي اي كي، لانه في اكثر من زيزي عم تحضر.
بهار الابيض احلى من الفلفل الاسود يعني؟ ايه لانه نحن بدنا اياها لونها ياخذ لون العدس. اذا حطينا الفلفل الاسود بصير يصبغ اللون تبعها. ايه عشان هيك نحن خاصة هذه الاكلة نحن نعدها اكلة غربية مش عربية يعني. لانتنسوب هذه اكلة لانتنسوب غربي ما بيستعملوا فيها البهارات العربية اللي هن البهار الاسود والقرفة بيستعملوا بهار الابيض. سو بهار ابيض مش بهار اسود بدنا نستعمل. يسرى بتقول رمضان كريم. باسمة بيقول الله يطول بعمرك. شكرا يا يسرى. نسرين يعطيكم الف عافية. عباس غزالي تحياتنا لك عباس ولأهلنا بمجغرة كمان عم يحضرونا. الله معه الحاج تحياتي لك والأشراف. شكرا يا عباس. إيمان رمال بيقولوا تسلم إيديك. وأمينة كمان بتقول تسلم سيدياتكم. أكيد بحيلة سؤال عنكم إياه مثل ما شفتوا عم تجي سؤالات. شيء خصوا بالطبخة شيء ما خصوا بالطبخة. أكيد أي سؤال عنكم إياه فيما يتعلق بالمطبخ والطبقات حتى إذا في شيء طبخات بدكم إياه نحن نعملها كمان قولوا لنا شو هي عشان الحلقة القادمة كمان إنه نحن نكون بالحلقة. عفاف برو تحياتنا لك. شكرا لك. انا جيت متاخره. شو هي الطبخه اللي عم تعملوها اليوم؟ في طبختين اكشلي اليوم. اول طبخه بلشنا فيها هلا حاليا هي الشوربه العدس. شوربه العدس. وثاني طبخه رح نعملها بعد ما بلشنا فيها اللي هي الدجاج على الطريقه الشرقيه. هلا حطينا الملح. عاطف سوري مش عفاف سوري عاطف تحياتي لك. ايه تفضل. حطينا الملح هلا مغلينا شوي العدس حطينا له الملح وهلا بنحط بهار الابيض. هذا بهار الابيض. اوكي سو هلا عم نحط قديش بنحط بهار الابيض تقريبا؟ رش ما بدها كثير رش صغيره. تمام. خليفه بتقول لك كل يوم اطلع بشرفك بنحضرك بشرفنا بنحضرك. ايمان لازم تجهز مطبخ كبير يا حسين للحج ضروري على قد الامكانيات. اكيد هلا مطبخ عمرناه نحن مثل ما بيقولوا يعني جبنا الطاوله من امازون وعملنا كل شيء. على قد بساطتك من دجريك وعلى قد الامكانيات تبعنا اكيد قد ما فينا عم نحاول نعمل لكم برامج. فاطمه عياش كيف طريقه شوربه العدس؟ اعمل معروف هيدي اللي عم نعملها هلا هي شوربه العدس. فاطمه المقادير فينا نرجع نحط المقادير بعد مره للشوربه زينه. رح نحط لكم المقادير للشوربه هلا. زبك من عيد طريقه تحضيره بشكل سريع اذا فينا نعيد. يعني اول شيء حطينا الزبده مع شويه زيت صغيره. طيب رجعنا حطينا البصل الناعم قليناه لصار اصفر. نعم. رجعنا كنا العسل اكيد العدس بده يكون مغسل بده يغسل مزبوط 4-5 وجاه ليروح منه اللون الابيض اللي بيبقى فيه. اوكي شو كثير مهم نغسله للعدس مفروض يتغسل منيح. طيب عم تسالك نبيله اكيد بتقول اهلا وسهلا بالوالد العزيز. ممكن نضيف على المكونات قطع من الطماطم لنعطي الشوربه اللون البرتقالي؟ فيها بس بتعش هذه فيها تحط بس فيها البندوره تعملها تحلها مزبوط على المولينكس يعني. هي. نعمها وتحطها ساعتها بتعطي لون احمر بيأثرش. اوكي بس هي بشكل عام رح تعطي هذا اللون اللي احنا ما هي رح تعطي اللون هذا اللون المميز صراحه. هي ليك ما اجمل هذا اللون يعني رح يطلع لونه هو شوي عصفار انه نحن العدس قليناه. تمام. ريم عم تسالك سلام do we need to add rice to the عدس soup؟ ايه فينا نحط عدس. عم تسال بحطوا له رز شيء؟ في اذا بدها فيها تحط لي. اوكي فيها تحط لها دغري بس تحط العدس بتحط الرز معه لانه الرز بده ياخذ وقت اكثر شوي من العدس. اوكي بس فيها تحط له رز فيها تحط رز فيها ما تحط اذا حطت رز ما عادش في داعي تحط بطاطا. مزبوط لانه صار فينا شويات لانه يعني الرز يعني. فيه نشا والبطاطا فيها نشا ما عادش في داعي وما بنعود نطحنها صفي بتستوي مع بعض البعض خلص يعني ما بتعود يطحنوا ولا شوربة هيدي. اوكي نونو بتقول شكرا على الطبخه وصلت ريحتها لنيويورك شرفونا هلا لك وشو المشكله انا صايم انا الي بالعاده ببلش اكل دغري. المشكلة هلا نحن صايمين فأكيد أنا أكل الضرب اليوم فبس هودي الأكلات بيضلوا هون ممنوع يروحوا على مطلع. سعود سلمان بيقول سلامات أكيد تحياتنا لك. نديم بتقول يعطيكم العافية. إيمان بتقول أعطوني العنوان أنا جاي أفطر. فينا نبلش بها. يلا فينا نبلش بها وخلينا بس ناخذ كم كومنت وبناخذهم. تسلم إيديك هبة بتقول يعطيكم العافية أرجوان. منى فدوى لقلبك حجي علمنا طبخ جديد. اكيد كل مره رح يكون في طبخات جديده من خلالها فيكم تعرفوا شو عم نعمل. رح نبلش هلا
عم بيقول سعود، انا بعتقد كلامك صحيح، عم بيقول اضافه الحامض بس ياكلوها، في نزيدوا عليها حامض، في نزيدوا حامض. انا في كثير عالم بشوفهم بيزيدوا عصره حامض عليها، انا اوقات بحط لها عصره حامض بتطلع طيبه كمان. كمون، شو هو ابو كمون؟ في حق كمون، في كمون ما بيأثرش. اوكي. عم بيسالك تسالك خليفي، البطاطا مبروشه شيء ولا لا؟ انت البطاطا فيها تعملها مبروشه وفيها تفرمها ناعم. اوكي اوكي. أو خليفي أو تبرشيها أو بتفرمها، أو بتفرمها ناعم. تمام. طيب خلينا هلا نبلش. هلا الأكلة عم تغلي هونيك، قديش بدها تغلي هونيك؟ بدها أقل شيء تلت ساعة. تلت ساعة يعني 20 منت يعني 20 يعني دقيقة. كل ما غليناها زيادة كل ما عطت نكهة أحسن. تمام تمام. نحن 20 دقيقة بلشنا، بدنا نشتغل هلا بالطبخة الثانية. خلينا نحط مقادير الطبخة الثانية، إذا فينا نحكي عن المقادير قبل ما بلشنا فيها أوريدي. يلا الطبخة الثانية. خذ العين عبيس ما بلش. عندنا الدجاج الشرقي، هذا نطفي النار. يلا ها. يلا خلينا نطفي النار حتى نعطيهم المقادير للطبخة الثانية. عندنا الدجاج على الطريقة الشرقية. طبعاً عندنا الفروج حطيناه بالفرن عم نحمره لأنه بدك وقت. أي. فروج عندنا فروج واحد 1200 جرام بده يكون، يعني 1200 بيعطي لاربع اشخاص. تمام. يعني كل ربع فروج لشخص. وهون في كذا طريقه للدجاج الشرقي، للدجاج. نعم. ممكن تحمره، ممكن انك تسلق الدجاج وترجع تفسخه وتحطه على وجه الرز، او ممكن تقطعه اربع شقف وتقلي. نعم. الدجاج بالسمنه وترجع تسلقه. اه سو في اكثر من طريقه، يعني في ثلاث طرق. يعني ممكن نحن مثل ما عم نعمل هلا عم نحمر الفروج، بنحط له زيت وشوية بهار أبيض وملح. نعم. ورق غار وعيدين قرفة من بقلبه من جوا، ومنحمره بالفرن أقل شيء بده 3/4 ساعة لا يستوي. تمام. طيب خلينا نبلش بالمقادير. مقادير عندنا فروج 1200 جرام عدد واحد، وعندنا اللحمة المفرومة 200 جرام، رز 400، يعني قد نص كمية الرز بتجي لحمة مفرومة وسط. تمام وسط. ايه اوكي. وعندنا بصل 100 جرام تقريبا، 100-125 جرام بصل كمان مفروم، بصل مفروم ناعم. وعندنا قلوبات فيها بدنا سمنه او زبده، وبدنا مرقه رز. القلوبات هودي مقليين؟ هاول هلا بنقول عنها شوي بس نخلص. اوكي هودي بالزينه. هاول الزينه، يعني عندنا اول شيء البصل الناعم، عندنا اللحمه المفرومه، وعندنا الرز. الرز بدنا نكون مغسلينه ونعينه شيء نص ساعة. تمام. ونرجع نصفي من المي. البهارات طبعا بدها بهار اسود حلو، وقرفة ناعمة، وحبة برج جوز الطيب. جوز الطيب، جوز الطيب. اذا يعني فينا نرجع لورا شوي بس تبين على هذا برج جوز الطيب. وين بدك اياها؟ على كاميرا زينة هونيك. برج جوزة الطيب. اوكي. وعندنا قلوبات لوز كاجو حلبة، مش كل شكل 50 جرام. الحلبي بدنا نحطه بمي سخنه ليطلع القشر عنه، بنقشره بنرجع بنقليه. واللوز كذلك الامر، بدنا نقشره نقطعه بالنص ونرجع نقليه. تمام. وبعدين بس بدنا نطبق الرز. اول شيء قلنا نحن بدنا نقلي البصل ليصير كمان لونه عشقار شوي، بنحط له زبده او سمنه، بنحط اللحمه، بنقلب اللحمه لتستوي، تستوي مزبوط. تمام. نرجع منحط الرز، منقلب الرز ليتغلف كمان مواد دهنية، منحط له البهارات اللي هن البهار أسود حلو، القرفة ناعمة، وبرج جوز الطيب، ورشة ملح. إذا كنا نحن عم نسلق الفروج سلق أكيد بكون حاطين ملح بمية الدجاج، فبيكون عندنا بدنا ندوق بدنا ناخذ هون بالاعتبار الملح اللي بدنا نحطه للرز، لأنه بيكون في عندنا بالمرقة ملح. تمام. المكونات صارت موجودة قدامكم على الشاشة، خذولها سكرين شوت للمكونات. طريقة عمل تلك المكونات هلأ رح نبدأ بلش عليها. هلأ بلشنا، يعني حطينا الزبدة وشوية زيت، أو فينا نحط سمنة. نعم. هلأ شو عم نبلش؟ عم نعمل رز يعني هلأ؟ بدنا نعمل رز. فروج نحن عم بتحمر. نعم. في عنا بس نخلص الفروج ونجيبه. خلينا بس نبدل التناجر، نحط هيدي على هالميله وهيدي على هالميله بس حتى يبينوا. اكيد هون بدنا نخفف النار. ليش بدنا اياها خفيفه؟ يلا هيك تمام صارت، هون بدنا نقويها. تمام يلا. بس قلبنا لكم التناجر هيك فيكم تشوفوا. اكيد القلوبات عم يسالوك خيار، هيدا اختياري خيار اللي بده فيه يحط واحد صنوبر. يعني هو الصنوبر بلبنان هلا بينشراش ومليون مليون ليره الكيلو هلا.
بس الفروج يتحمر بدنا نقيمه من الصينيه، لانه نحن حاطين بالصينيه موج عطريه جزر وكرات، وفينا نحط كرات وفينا نحط بصل موج عطريه. نعم. على الصينيه زيتي بدنا نعمل الصلصه اللي بنقدمها على جنب. يعني في عندي هون شي 50 جرام طحين، بدي اقل الطحين بشويه زبده ليصيروا اشقر، يعني احنا بنسميها رو اشقر، يعني عندنا نحن رو ابيض اذا بنعمل صلصه بيضاء، عندنا رو اشقر اذا بنعمل صلصه شقره، وعندنا رو اسمر اذا بنعمل صلصه سمراء. تمام. ها بنعمل صلصه شقره نحن، مفروض الطحين نقليه لحتى يصير اشقر. رباب عم تسالك اي نوع رز اطيب واحسن لكل الاكلات التطبيقيه مع اللحمه والدجاج؟ هلا كل الناس، هلا مثل نحن الشرقي في ناس بيستعملوا بسمتي، في ناس بيستعملوا امريكاني، بس الغربي ما فيش كله امريكاني عند ال أليك بيقول استاذ ابو علي منور احلى شيف والله يطول بعمرك، اكيد تحياتنا لك. خلود عم تسالك اي رز نوع رز تنصحنا فيه اكثر شيء هو بيزبط مع كل شيء تقريبا؟ اذا بتعمل هي الاكله ما تستعمل رز الامريكي بشكل عام، مش بس هيدي الاكل، لا بشكل عام الامريكي اذا بيزبط معه ما يخبص ما يصير شيء يعني. كوثر كمان تحيتنا لك، كوثر الزين. كمان خينا ريفان تحيتنا لك ريفان، تحيتنا لكل اللي عم بيتابعنا. عبد الله بامكانكم اكيد ما تنسوا رح يكون في عندنا بدي غيار الأنينة، بدي غيار ايه اكيد فينا نغير. يلا خليني اطلع من الكاميرا انا وغير الأنينة. اكيد ما تنسوا اللعبه تبعنا اليوم اللي هي انه رح تربحوا واحد فائز رح يقدر يربح $50 كاش مقدمه من قناه شو الاخبار. كمان بنحب نقول للاشخاص الموجودين عم يتابعونا من لبنان، نحن ضفنا اليوم ان شاء الله ابتداء من غدا رح يكون في اضافه ل هدايا كمان للاشخاص الموجودين بلبنان، بعدنا ما حددنا شو رح يكون بس تقريبا عم نفكر يكون في ما بين هديتين لثلاث هدايا اسبوعيا بقيمه 200,000 كل هديه. خلينا ناخذ البريك الاول، اذا فينا تيجي الكاميرا علي انا اعطيكم البريك. خلينا ناخذ البريك الاول والاخير صراحه، هيدا بريك وحيد لحلقتنا لليوم. بهيدا البريك ما رح نعمل كثير شغلات مهمه، رح نخلي الستاف لبعد البريك، اكيد ما تروحوا لبعيد، بدنا نكمل نحن وياكم، رح نفرجيكم كيف شغله العدس رح تصير، واكيد رح نكمل بال الدجاج على الطريقة الشرقية. فما تروحوا لبعيد، ضلوا عملوا شيرز، ضلوا عملوا تاج لرفقاتكم، اكتبوا أسئلتكم، شاركونا بالحلقة، أنا عم شوف الأسئلة أسئلة كتير حلوة، شاركوا معنا لحتى نتفاعل نحن وياكم. بريك سريع وبنرجع لكم. الهم الضرائب وعندك أسئلة كتير واستفسارات مش عارف لوين تروح ولمين تلجأ؟ لا تفكر ولا تحتار، تاكسبرت حدك ومعك لنساعدك تعبي على الضرائب بسهولة وبلا وجعت راس، وبنحصل لك أفضل عائد ضريبي، ما إلك إلا تزورنا وما تحمل هم شي. سكور الإعلان محصل على $50 خصم على أي من خدماتنا. العنوان 23916 Michigan Avenue Dearborn، هاتف 877-717-1040 للدقة والثقة. عنوان تاكسبرت لكم أفضل خيار. IB Lighting Supplies متجرك الأول إن كنت تبحث عن إضاءة مميزة للمباني السكنية والتجارية، بالإضافة إلى الثريات الفاخرة المصنوعة من الكريستال بتصاميم عصرية وأسعار مدروسة. IB Lighting Supplies بإدارة عماد بوسي، زورونا الآن، هاتف 313-438-6516، العنوان 22325 Westmoreland Avenue Dearborn Heights. شركة بيضون للتأمين تقدم لكم باقة منوعة من خدمات التأمين، تأمين السيارات والبيوت بالإضافة إلى تأمين ممتلكاتكم وشركاتكم، ولا ننسى أن حياتكم تهمنا، لذلك نقدم لكم التأمين على الحياة ضمان مستقبل أولادكم. 20 سنة من الخبرة والمصداقية نضعها بين يديكم. اتصلوا بالأستاذ توفيق بيضون 734-261-1000، العنوان 27852 Warren Road Westland، وتذكروا دوما أنكم بين أيدي.
أكيد نرجع لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة شو الأخبار من ميشيغان من أمريكا ومن كل البلدان في العالم. معكم حسين هاشم والشيف محمد هاشم، واليوم الحلقة الأولى من برنامج مطبخنا، هذا البرنامج الخاص بشهر رمضان المبارك. قبل البريك عملنا وبلشنا على الطبق الأول اللي كان هو شوربة عدس، فرجيناكم شو هو الستبس تبعه، وهي على النار هلأ حاليا عم تغلي مثل ما قلنا، بدكم تتركوها ل 20 منت لتغلي. الشغلة الثانية اللي بلشنا فيها هي قبل الإعلان اللي هي الرز الشرقي، الرز الشرقي أو الدجاج على الطريقة الشرقية. يعني الدجاج عم نحمر بالفرن، بس هلأ هذا الرز الشرقي فينا نستعمله كمان للستاف لام للحم مع الأوزي مع الخروف يعني. تمام. في كتير عم بيسألوك عن الـ مثل المنتهى مثل الرباب، أكثر من شخص عم يسأل عن الرز الأمريكاني شو معناته، يعني هو الأنكل بانز. الأنكل بانز، الأنكل بانز هو رز أمريكاني. شو عملنا هلأ؟ حطينا لحمة، حطينا اللحمة بدنا نقلي اللحمة لا بتاخد لون أشقر. أوكي، أنت أول شيء حطيت أول شيء زبدة وزيت، أو فينا نحط سمنة. تمام، مع بصل. أنت عم تقلي البصل، عم نقلي علينا البصل. نعم، هلا عم نقلي اللحمه بظهر البصل. اكيد يا دياب تحياتنا لك. نوال عم تسال رح نطلع كل يوم بهذا البرنامج، صراحه لحد الان البرنامج هو يوم واحد بالاسبوع نهار الاربعاء، يمكن نزيد نهار تاني بناء على قديش القبول منكم على هيدا البرنامج. اكيد اذا لقينا في قبول وفي مشاركه وفي تفاعل، اكيد ان شاء الله بنزيد حلقه تانية لهيدا البرنامج بالاسبوع. شو بتقول وصلت الريحه الاكل اللي عنا لهون؟ رباب جاوبنا على سؤاله، هو الرز الامريكاني يعني الانكل بانز. شو بتقول؟ يعطيكم العافيه. ممكن صوره للرز، صوره للرز يعني ما فيش معنى الكيس، مش موجود هون الكيس تبع الرز. ممكن نفرجي عليه هيك، هيدا فينا نفرجي على الصوره هيك زينه، او من هونيك على هذيك اذا فيك توقفها هون، مش هون تقريبا. عاطف تحياتنا لك. يوسف خليفي اهلا وسهلا، رمضان كريم اكيد عليكم جميعا. عم نحاول نعطيكم صوره الرز الامريكاني، اكيد كمان بركي ما بعرف اذا عندنا صوره للكيس، بس هو اسمه انكل بانز الرز الامريكاني. بلبنان شو اسمه بلبنان؟ كله مثل نفس الشيء، انكل بانز نفس الشيء. قد ايه بتحطوا مي للرز ايمان رمال؟ عم كل كبايه رز بدها كبايه ونص مي. نعم، كل كبايه رز بدها كبايه ونص مي. ايه اوكي، خلينا نعملها هيدي هيك احلى. اكيد الرز عم ببين قدامكم على الشاشه هلا حاليا كيف شكله. بده صوره الكيس تبع الرز، ان شاء الله كمان بنطلع له صوره الكيس بس تخلص الحلقه، من بعثوا لنا رساله وان شاء الله بنفرجيكم كيف هي صوره الكيس. هون اللحمه عم نقلبها هلا لا تستوي. تمام، مفروض تستوي، اذا ظلت نيه بدها تعمل زنخه، فمفروض نحن نقلي اللحمه مظبوط تتحمص لناخذ النكهه اللي بدنا اياها. تمام، كلهم عم بيقولوا لك يا ريتك تطلع كل يوم، هي لك صعبه نطلع كل يوم لانه بدها كثير تحضير، وعندنا برامج ثانيه اكيد كمان. اليوم على الساعه 7 في عندنا برنامج نوافذ الروح للاستاذ زهير علويه، رساله كثير مهمه صراحه، بنتمنى منكم تنقلوا لهيدا البرنامج، بالاضافه الى برنامج احضر واربح مع زينة اللي بلش امبارح، وكان في حظيره موجوده نهار الثلاثاء، كل ثلاثاء على الساعة 4 في حظيرة، واللي بيحضروا أثناءهم بفوتوا بالسحب وبنربح أشخاص. أكيد شو عم نعمل الستف هلأ حاليا؟ حطينا اللحم شوي استوت، بدأ استوي بعد شوي. أوكي، الشوربة بس شوربة بدأ بس 5 دقائق بعد وخلصت. تمام. عتاب بتقول تسلم ايدك شيف، خينا ابو محمد هاشم بيقول منور الشيف ابو علي يعيشوا هديات، زهراء هاشم الله يسلم هديات، حداد كمان صحتين وعافية. كله عم بيقول يا ريت نطلع كل يوم، والله صعبة صعبة، بس من رح نطلع حلقة تانية. خلص، مازال هالقد انتم عجبكم الموضوع، رح نطلع حلقة تانية، وبركي نهار الجمعة نحاول نطلع حلقة تانية حسب السكجول يعني، او اثنين او جمعة حسب شو في برامج. بعتقد الجمعة رح تضبط لانه الجمعة البرنامج على 9:30، عندنا وقت نطلع برنامج تاني نهار الجمعة ان شاء الله اذا قدرت. عناية جارتك يا بي بتقول لك يعطيك العافية. الله عافين، الله عافين كلهم. عم بيقولوا لك يا ريت شي يوم يعملنا مجدره الحمراء. ايه مجدره حمراء، تكرم عينكم تكرم عينكم. حيلا سؤال عينكم يا اذا عن هيدي الطبخه اللي عم نعملها هلا، ولا اي طبخه انتم او طريقه نعمل شيء معين فيكم تكتبوه بمربع التعليقات، او اذا طبق انتم بتحبوا ان احنا نعمله بالحلقات المقبله كمان اكتبوا لنا اياه بمربع التعليقات. كمان ما تنسوا تعملوا شير لهذه الحلقه لحتى نوصل لاكبر عدد ممكن من العالم.
وكل ما هلا لحمي عليناها بي دايما بيعطشني علينا علينا اللحمة بنحط الرز هلا يلا اكيد نبيلة عم تقول لك العام وانت بخير من نيويورك عم تحضرنا زينب عم تقول الوقت هيك منيح لأن الولاد خلص دراسة وفي نحضر الحلقة أكيد نحن حبينا هذا الوقت 4:30 يكون مناسب لأمريكا وكمان برات أمريكا في يحضرون هلأ شو عم نعمل أي ستاف هلأ حاليا حطينا الرز نعم بدنا نقلبه شوي كمان لا يتغلف موجهنين نرجع نحط له الماء أو المرقة تمام هيت عنك أنا شو بتسموني أنا سو شيف سو شيف سو شيف أنا اشتغلت بالمطاعم هلا إذا كان الرز منقوع كتير ما بده ساعتها كل كبية كبية ونص أوكي منقوع يعني قديش منقوع يعني إذا منقوع أكتر من ساعة بصير الحبة تطول وتعرض حلو يعني بكون شربت ماي شوي فبدنا نخفف الماي نحن عم نطبخها تمام مثل ما شايفين يعني حطينا البصل طب بس في ما نقعوه بالمره للرز بس ساعتها كل بس غسلوه كل كبايه بدك كبايتين مي ساعتها اوكي سو اذا ما نقعناه بالمره للرز كل كبايه بس هو اذا بنقعوه اذا بنقعوه احسن احسن اذا نقعناه ايه. فاذا نقعناه لمده ساعه كل بده يصفي كل كبايه كبايه كل كبايه كبايه طيب قبل شوي قلت كبايه ونص هذه اذا ما نوعش نص ساعه بس نص ساعه بس كل كبايه كبايه ونص هلا عم نحط البهار الاسود لحاله عم يسألوك إذا بتستعمل ملقة خشب مش أحلى؟ بلا أحلى هني خايفانين على الطنجرة الشديدة هونيك أنت خايفانة على الطنجرة كمان؟ هو جايب طناجره معه ما خصني يعني أكيد معنا ملقة خشب يمكن بلكي نستعمل شو عم نحط هلا نحن بس إذا فينا بهار وقرفة أوكي بهار أسود حلو يعني هو بيقولوا سبع بهارات سبع بهارات اسمه يعني وهذا برش جوز الطيب برشة جوز الطيب ما منكتر شوي صغيرة يعني وإن كترنا منه بيعطي طعمه مر أوكي لجوز الطيب إيه أوكي جوز الطيب ما فيش كتر منه بتحطه بس شوي دارين عم تقولوا ما بتنقعوا الرز مبلا يا دارين قلناها نحن إذا فيكي هو الأفضل إنه تنقع الرز إذا نقعت الرز لمدة نص ساعة كل كباية رز بدها كباية ونص ماي إذا نقعت الرز لمدة ساعة كل كباية رز بدها كباية ماي لتسي أنت ما نقعتي بالمرة بس غسلتي حطيتي دغري كل كباية رز بدها كبايتين ماي أنا بحفظ الدرس دغري إيه شو عم نحط هلأ حاليا؟ بس عم نقلب إذا حطينا البهارات تمام يا عيني شو المنظر الحلو يا زينة هنا هو مين بده يكلون اليوم؟ زين الحاج تأمن عشاك اليوم مشي حالي محمد فويلين شكرا لك عاطف شكرا لكم اللون فيها تحط عقدي صفرة او كركم في يحط في يحط كركم كركم فيهم في يحط بدك نخفف النار فيه ولا منيحه لا لا مش نار منيحه هيك اوكي سميرة بزيحة تقول مثل خير دارين جاوبنا على سؤالك احمد بيقول الله معه ابو علي انجل باند نعم انجل باند يا دارين عم بيسألوا عن طريقة الصلصة البيضاء كيف بيعملوها ايه الصلصة البيضاء مثل ما هلا قبل شوي شرحت عن الرو ايه حتى كمان اندرا كمان عم بيسأل عن الدجاج بالصلصة البيضاء كمان ايه ايه شو بدكم نعمل هلا هنحط الماي هلا هنحط ماي اوكي شو عم بتقول خلصت طبختها وعم تتفرج علينا هلا حاليا رنا بتقول اذا فيكم تعملوا لنا مغربيه ايه ما قلت لك انا جمعه الجاي بدنا نعمل مغربيه جمعه الجاي مغربيه تكرم عينك دغري تلبى طلبك يا رنا احمد خي احمد كمان تحياتي لك عم يحضرنا من لبنان نعيمه كمان بتسلم عليكم لينا عم تسال كيف فيها تشارك بتشاركي من خلال انه تعملي اذا بدك تشاركي بالمسابقه من خلال تعملي تاج لثلاث اشخاص تعملي اسم البلد او الولايه اللي عم تحضري منه وبتعملي شير يعني بتعملي شير للفيديو لعندك او على الجروب انت مشاركه فيه اكيد هلا حطينا ماي نحن حطينا ماي والعدس طفينا تحت نحن الصلصه البيضاء ايه او هلا العدس طفينا تحت العدس خلصت هلا نحن بنسكبها بنفرجيهم بعد بس بنسكبها هلا اوكي هلا هون الرز حطيت له مي انت وعم بيغلي هلا حاليا بتحط له الكفر ولا بضليه بلا كفر لا حاليا بلا كفر اوكي
لسير يبين فيه سكوب خويته هون. اوكي شو اول شيء بتخليه بلا كوفر. ايه اوكي واو هيدي الشوربه يا زينه. طيب اذا الصلصه البيضاء. ايه الصلصه البيضاء. الصلصه البيضاء اللي هن الا بالشمال نحن. بشمال بتقولوا. بشمال نحن قبل شوي قلنا ان في رو ابيض رو اسمر ورو اشقر. نعم. هي بدل الرو الابيض يعني. شو الرو يعني؟ يعني طحين مع زبده المصطلح تبعها اسمه رو هيدا. بدك تشتري مصطلحات انا. ايه ف يعني اذا حطيت اني 50 جرام زبده بحط 50 جرام طحين. بدي ذوب الزبده على النار. بحط الطحين بظهري وبقل الطحين دقيقتين بس. انا عم بحرك بملعقة الخشب. بنكون نحن عندنا نص لتر حليب. نص لتر حليب بنكون مسخنين وغاليين على النار يعني. بنصير نحط الحليب شوي وبنخفه لحتى تخلص الكمية. نعم. بنعمه بنرجع بنحط لها ملح بهار ابيض برج جوز الطيب. فينا اذا بده اياها مع كريمة فيها بس يخلص يحط لها كريمة سائلة 50 جرام. تمام تمام. اكيد هيدي بشمال. بشمال او الصلصه البيضاء مثل ما انتم بتسموها ب ب مثل ما انتم كنتوا عم تكتبوها هون. كلوي عيسى اكيد عم تقول يعطيكم العافيه. شكرا يا كلوي. عم بيقولوا النار عاليه بتاثر بتحرق الطبخه شيء اذا النار عاليه انه كيف بيعرفوا قديش مستوى النار؟ لا في بس اول شيء بتيجي على نار قويه. بعدين بس يبلش تغلي الطبخه ساعتها بنحطها على نار متوسطه. نار متوسطه. نار متوسطه لا يستوي الرز. زيزي عم تسال بامريكا الرز الشيف احلى ولا الجولدن؟ لا الجولدن. جولدن احلى. جولدن. جولدن احلى. تمام. محمود بيقول رمضان كريم شيء حلو كتير ومرتب. خلود عم تقول اذا فيكم تعملوا لنا سمكه حره. الكريم بتقول ما شاء الله عنك. بس انا بنكتب نكتب اللي عم يحكوا عنه وكتبون المغربي. زينا فينا نكتب شو المغربي عم بيقولوا يعني. سالوا عن المغربيه سالوا عن السمكه الحره سالوا عن كتبين انت يا زينا هلا. يلا هي المغربيه. مغربيه وسمكه حره وقطايف. قطايف قطايف هيدي عملوا مظاهرة عليا كلهم بدهم قطايف سو لازم نعمل قطايف. مجدرة حمرة. مجدرة حمرة كمان سألوا عنا. أندرا بيقول الله يعطيكم العافية عن جد برنامج رائع الله يبارك فيكم. شكرا يا أندرا. إذا ضلوا حركوا كتير بالرز بيتكسر. إيه بيخبص. بيخبص الرز. بيخبص. سو قديش بتعرف أمتى لازم توقف تحرك فيه؟ يعني ما فيني أحرك ليتبين فيه سكوب بنصه من هون. أوكي. يصير المي بتنشف ساعتها ببلش يقلو. تمام تمام. أكيد نحن تركينه للرز يغلي هلأ. في عنا بدنا نذكرهم في دجاج محطوط بالفرن هلأ حاليا. إيه جبناه للدجاج. جبناها. فينا نفرجين عليها وين هي الدجاجة؟ ضبع بيسلم عليك. اوكي هيدي الدجاجة هلا بنذكركم شو عملنا فيها نحن. شو بدك نزيحها؟ رتب. انا شاب يعني مش بدي رتب لك لرتب لك انا هون. تمام اعطيني هيدي عنك. هيدا الدجاج. يا عيني شو هيدا؟ هيدا خطير هيدا هون. حطينا له يعني ملح وبهار ابيض يعني. وزيت. فينا نحط سمنه بدل الزيت. وبقلبه حطينا عجين قرفة ورق غار. يا الله زينا هيدا مش طبيعي هيدا. رجعنا حمرناه بالفرن لصار تقريبا اخذ لون. بس اخذ لون حطينا معه كرات وبصل. فينا نحط بعد جزر كمان. ومنكفي تحميره اقل شيء بده 3 ربع ساعة للساعة يعني. اوكي. بس استوي بدنا نشيله نحطه على جنب. وهي المي اللي هان بنعمل منها صلصة. يعني بدي اعمل رو اشقر طحين مع زبدة. وارجع حط بظهر المرأة بهيدي مع شوية مي صغيرة لحتى يطلع معي صلصة. صلصة بقدمها لحالي. صلصة بتقدمها لحالي. صلصة بتقدم لحال. والفروج بتقدم مع الرز. والقلوبات عوج الرز. اكيد هلا نحن رح نفرجيهم البرزنتيشن. رح نسكب الجار. رح نسكب بعد شوية نحن. بنفرجيهم لما نحن نسكب. خليني بس اخذ شوية سؤالات لانه في كتير كمية سؤالات عم تزي لهون. باسمة تحياتنا لك. عم بتشكروك على الطبخة اليوم. ندى عم بتقول انا بعرف اطبخ كتير يا ريت تحطوني مساعدة للشيف هون يساعده. كم عينك يا ندى. ان شاء الله بركي بالحلقات القادمة بنصير نفوت معنا ضيوف وجس منكم انتم اللي بيدخلوا بالبيوت تفرجونا كيف تطبخوا الطبخة تبعكم كمان ببيتكم. مش غلط اكيد بنبسط انه تكونوا معنا.
وهب بيقول الله يحييكم يعطيكم العافية. دارين بتقول مجدرة حمراء وسلطة زعتر كثير طيبة. في زعتر هذا. محمود بيقول في مجال اجي افطر عندكم انا من نيويورك. يا اهلا وسهلا بمحمود، يا اهلا وسهلا، تفضلوا. اكيد تحياتنا لكل اللي عم بيشاركوا معنا. شو ما بتحطوا كمون لهالجاج؟ لا لا كمون ما بتحطوا له، لا لانه ما هون بدوش كمون، بس بده بهار ابيض وملح و لأنه حطيه ورق غار. أوكي. في ورق غار وعيدين قرفة بقلبه بيعطي النكهة يعني. أكيد مثل ما شايفين بالطنجرة الرز كمون إذا عم نعمل صيادية سمك أو المغربية فينا نحط لها حبة كمون، بس أكتر شيء صيادية السمك هي نحط لها كمون. تمام. وفي عنا رز البخاري كمان بنحط له كمون. هلا معش حرك بالملعقة بالشوكة اكيد. بدنا نذكركم بالانجريدينز اللي هن مكونات الطبخه، اذا فينا نحطهم على الشاشه زينه على الشاشه مره ثانيه لمكونات الطبخه اللي هي هلا نحن عم نحكي عن الدجاج الشرقي. تقريبا فروج وزن 1200 جرام بيؤدي لاربع اشخاص. اسم الله بطلت. بصل ناعم 100 جرام، سمنه 75 جرام، زبده 50 جرام، مرقه للرز 600 جرام، ملح 5 جرامات، جزر 50 جرام. هذه مواد عطرية يعني جزر ولا فينا نحط كرات كرفس. رز شو هذا؟ رز أمريكي. رز أمريكي 400 جرام. لحمة مفرومة وسط 200 جرام. أكيد كل الانجريدينز موجودين قدامكم على الشاشة، بإمكانكم إنه تاخذوا سكرين شوت. أبو أم وسام عم تسألك شاف ليش ما غطيت الرز؟ هلا بنغطيه. اوكي، انت ذكرت قبل شوي انه ما بنغطي الرز لحتى لحتى يصير المي تحت الرز. يصير المي تحت الرز، يعني طول ما انه المي مغطيه الرز من فوق مش لازم نغطيه. هلا لانه المي صارت تحت الرز ساعتها فينا نغطيه. هلا بنغطيه لانه اذا غطيناها والمي بعدها فوق بصير الرز بيتعرض انه يستوي كتير، يخبص يعني بنسميه نحن هذا، يخبص الرز اذا دغري فكرت. محمود بيقول يا ريت الله يسهلكم يكون البرنامج يومي. نحن بعد وعدناكم اليوم على الهواء انه كنا على اساس البرنامج يكون بس نهار الاربعاء على الاربعة ونص، بس لانه لقيناكم شوي عم عجبكم البرنامج وفي مشاركه، ان شاء الله رح نعمل حلقه نهار الجمعه كمان، يكون اربعاء وجمعه يكون في برنامج طبخ، وبامكانكم اكيد رح عم نكتب نحن شويه طبخات اللي عم تطلبوها منا، وان شاء الله بنوعدكم انه نحن نعمل طبخات اللي انتم عم تطلبوها، مثل القطايف انطلبت كثير اكثر من مغربيه، اكثر من شغله عم تنطلب. ان شاء الله بنوعدكم بالحلقات المقبله كمان انه تكون موجوده. كل المطلوب منكم انتم تعملوا شير لهيدا الفيديو، تعملوا تاج لرفقاتكم، مش بس لتربحوا كمان لتدعموا هيدي البرامج لحتى عدد اكثر من الاشخاص يستفيدوا منها ويتعلموا شغلات جديده. قديش بدنا الرز يكون موجود يغلي؟ يعني هينا خمس دقائق رح يستوي. خمس دقائق، طيب يلا خلينا لكن بهذا الوقت خمس دقائق بده يغلي فيها الرز، خلينا نعبي الشوربة. نسكب الشوربة، شوربة العدس خلصت تقريبا، خلينا نشيل هيدا من هون. كان عم يكتب شو بدكم انتم شغلات. عم تسأل شيف إذا أنا عملت صدورة دجاج بستعمل مية الدجاج المبهرة؟ ايه فيها تستعمل المية. فيها تستعمل المية. فيها بتسلقها يعني. طيب. لشو بتستعملها هي؟ بركي بتستعملها للرز، تعمل رز فيهم؟ ايه فيها تعمل. اوكي بدنا نجيب الطنجرة لهون عشان نسكب هون. عتاب عم تسأل عن البطاطا بيوريه كيف بتنعمل؟ فيني اخذ البطاطا بيوريه فيها شو بدنا نشيل؟ هيدا؟ اوكي. بطاطا بيري فيها تقشرة وفيها ما تقشرش للبطاطا. نعم. بدها تسلقها. كيف نحطها هذه هوني هيك. واو. ما بعرف إذا فينا نشوف قديش الطنجرة. مبينت الطنجرة عندهم مش هيك زينة. يا الله. محرمة. محرمة. يا. صدقن. كده نحن هلأ عم نسكب شوربة العدس. مثل ما قلنا عن البقدونس ما بنحطه على الكل، بس بالنص شكل زيني بس. واو واو واو، هودي بدهم صور بروفيشنال يا زينة هلا بتصوريهم بنحط لهم اياهم على انستغرام وبنحنقهم فيهم.
خلود عبالي استفسر اكثر عن طبق الفروج المحشي. هدي بدي تسالي امي، امي خطيره بالفروج المحشي. اذا محشي مع رز هي نفس الطريقه، بس الرز بدل ما تستويه مستوى كامل بدل تستويه نص استوى، وتحشيه بالفروج وترجع بتقضبه وتدهنه بالسمنه وملح وبهار وتحطه بالفرن. تمام. وافي رضا بيسلم عليك، بيقول لك 3 years he was my teacher at school in Lebanon. I love him. He make the best food. حبيبي استاذ محمد، اكيد كان تلميذك بالمهنيه. كان تلميذي. نعم. كرات البطاطا اللي بيعملوها هودي اللي بنروح على البانكويتس. اي مزبوط. بيعملوا بطاطا بطاطا كرات بيسلقوها 3 ارباع السلقه، بيرجع بيحطوا لها خلطه ثوم ناعم يعني بودرة مع بابريكا وزيت وعصير حامض، بيخلطوها فيها وبرجع بيحمروها بالفرن. تمام. البطاطا البيريه ما كفيناهاش. ايه تفضل. ان البطاطا انه فينا نقشرها او فينا ما نقشرهاش، نسلقها وبنرجع بدنا نطحنها على المولا او على المجميكس ناعم، بنحط معها كل نص كيلو، بنحط له 50 جرام زبده ونرجعه على النار نغليه شوي ومنحركه للزبده تروح مع البطاطا. تمام. نرجع بنحط له 200 جرام، يعني اذا عندي نص كيلو بحط له 150 جرام حليب و50 جرام زبده وملح وبهار ابيض، بنخلط البطاطا مع الحليب والزبده والملح والبهار الابيض، فينا نقدمها مع الروستو او مع الدجاج محمر، او في كتير اكلات بتقدم مع بطاطا بيريه. هذا الرز خلص. زلعان اسم الله اسم الله. اكيد بدي اتشكر السبونسرز تبع هيدا البرنامج وكل السبونسرز عم يدعموا قناه شو الاخبار. السبونسرز تبع هيدا البرنامج كل من تكسبرت موجودين في، يعني فينا بس يستوي الرز عم نذكر السبونسرز، نخلي الرز 10 دقائق مغطى ليتنبت شوي الرز. او فينا نسكبه دغري ما بيأثر، اذا نشفت ميته مثل هيك فينا نسكبه دغري. طيب فينا نسكبه دغري للرز. فينا نقول السبونسرز انت عم تسكب. يلا. تاكسبرتس اكيد موجودين في مدينه ديربون، ارمادا اول اويل اند غاز، بايدون انشورنس ايجنسي، حاج توفيق بايدون، علي بايدون من كالوري ويليامز، اي بي لايتنج سبلايز، وان جي دايموندز. اكيد هلا نحن عم نسكب الرز، وشو بدي اقول لكم، كل رز حبه واخته، هيك بتقولوا انتم، حبه واخته، حبه واخته مش بنت عم اخته. اكيد عم بيقولوا صحه وهنا على قلبكم جميعا يا رب. طبخات لبنانية، كبة نية، شو بدكم بالكبة النية؟ ما أنا العلي إذا في كبة نية قدامي بصير بدي آكل، فاهمين؟ ما أنا موقف ناي صار لي فترة. رواد سرور، خينا رواد قاعد بأيده وحرام، فاهمين علي كيف؟ الله يعينك يا خي رواد، بكرة بس تجي لعنا، صرنا عازمينك 100 مرة وبتهرب. شو؟ أوكي، رز هلا عم نحط ال، حطينا شوية رز تحت الفروج. واو. هيدي ما عادش بدنا إياها، بدك تحط مرقة منها؟ بدي اعمل فيها صلصه. بدك تعمل فيها صلصه بعد؟ ايه يا عيني يا عيني. لك انا برايي نعمل البرنامج كل يوم زينا، انه خلص بنأمل الفطور تبعنا. اكيد تحياتنا لكم. هلا نحن حاليا عم نسكب الطبق للدجاج على الطريقه الشرقيه. على الطريقه الشرقيه فينا نحط المكونات اذا بدك يا زينا. مثل ما شايفين نحن سكبنا هون الـ شو اسمه هيدا اللنتل سوب. مرمر حسين غيرت من الاخبار للطبيخ. اخي اخبار هلا برمضان بالضبط. قربوني شوي لقدام زينا. السوب وين بدك اياها؟ هون. هيدي السوب اكيد صارت قدامكم، بنقدمها بعد شوي كمان. شيء مميز صراحه. زاكي زاكي عرايت، مين بيقول زاكي؟ اخواننا السوريين. خرافي هذيك. لا صرنا بالساكر، صرنا بالرياضة. خرافي. يا رباع. دخلكم ربحوا ريال مدريد ولا خسرنا ولا شو صار؟ هلا سكبنا الدجاج والرز. ايه. بنحط له بيت، نحن قلينا اللوز والحلبة، فينا نحط كاجو. اوكي نحن هلا حاليا عم نحط، خلينا نقربوا شوي للصحن هيك اذا ممكن. طيب. مثل ما شايفين قدامنا الصحن صار هلا موجود حاليا. فينا نشيل هيدي كمان عشان اياها. اوكي صار الصحون موجودين قدامكم. ما بعرف انا قديش فينا نقرب. نايس نايس نايس. البقدونس. البقدونس. ايه في عندي البقدونس. اكيد هلا طبختنا بلشت تطلع قدامكم، هيدي الطبخه اللي عملناها نحن وياكم على الهواء مباشره بهيدي الحلقه.
اعطينا رايك استاذ حسين. هلا شوفينيش اكل هلا انا بدي عشيه بالليل بس اكل بخبركم، بس اكيد انا باسم 10 10 شو بدي اقول لكم، اكيد هذا البقدونس لزيني لزيني مش هيك؟ ايه يا الله انا بدي اصور خذ له صوره. يا هودي هلا الصور بنزلكم اياهم انا لتشوفوا المصايب اللي صارت عندي انا هون. هلا هلا بنعمل واو 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 مش قادرين يشوفوه بالطريقه اللي انا عم شوفه قدامي. خليني انا اعمل لهم اياه هيك هيدا شوي حتى نفرجيكم عليه. يعني هيدا طبق دجاج بعد الطريقه الشرقيه، عملنا رز معه كمان على الطريقه الشرقيه وحطينا مكسرات عليه من فوق زي ما انتم شايفين. جميل جدا. اوكي شو عم نعمل هلا هونيك؟ بنعمل الصوص للدجاج. اوكي انا عم بصور انا عم بصور انا مبسوط بالاكلات صراحه. بنعمل هلا صوص. هدي شو الصوص شو بتعمل هلا؟ نعطيه على جنب اذا حدا حب ياكل. في اكلوه هيك يعني مش ضروري يعمل صوص. في يعمل في صوص يعمل الصوص. تمام تمام جميل جدا جدا جدا. شو بدي احكي لكم شو بدي اقول لكم. نسرين عم بتقول شكلهم بشهي. ام كريم بتقول ان شاء الله الصيام مقبول وافطار شهي. شكرا يا ام كريم كلك ذوق. باسمه بيقول الله يطول بعمرك. نعيمه عن جد ما شاء الله. صدقوني يعني حتى كمان الكاميرا ما عم تعطيها حقه كثير للبليت اللي موجود قدامنا. ان شاء الله بركي قبل ما تخلص الحلقه من قرب لكم الكاميرا اكثر على الوحده لحتى تشوفوا شو صاير عندنا هون. زينب زين بتقول يسلم ايديه شكله. هلا عم نعمل الصلصه للدجاج. بدنا نعمل رول اشقر اللي حكينا عنه، الزبده 50 جرام، طحين 50 جرام، وبدنا نحط المي اللي هي المرقه اللي تحت الفروج كانت اللي حمرناها وحطيناها مع الفروج. حسين بدنا توقف انت ابو علي بس لنقدر ناخذ صوره. باخذ لك صوره لحالك يعني تخمين كم عينكم. هلا انا بلح لكم. وين حطينا الطحين؟ طحين؟ ايه هدول لك وينه؟ هيدا الطحين. حطه على هيدا. عبالي دوق، تفضلوا يا اهلا وسهلا. لوكس ديليشس ايمان عامر. صدقيني لوكس ديليشس. هلا الزبده والطحين بدنا نقليهم ليصير لون الطحين اشقر. نرجع بنحط له المرقه بنصفيها ونحط له اياها. لازم زينة تعمل زوم. عم بيقولوا لك يا زينة لازم تعملي لهم زوم. اعملي زوم على هذه الكاميرا اللي هون اذا بدك. انا بنطت لك اياهم هيك وانت اعملي زوم على هذه الكاميرا. اكيد عم نعمل هونيكي. معي الشيخ محمد بتقول ما شاء الله لازم كل يوم تطلعوا لايف وتعملوا طبخات. محمود شوقتنا وشد طريقنا قبل الافطار. اكيد افطار شهي للجميع يا رب. الله يتقبل صيامكم. اكيد زينة عملت زوم على الاكل. هلا رح نقربها من الوحدة. عم نعمل مثل ما شايفين بالكسرول او بالطنجرة. كسرول عم نعمل رو اشقر. رو اشقر تمام. يعني طحين وزبدة. طحين وزبدة مشان نعمل الصلصة. ايه فيك تقربي زوم اذا بدك زينة على الكاميرا مش الحال. يا هيدي الصلصة فيكن تعملوها يعني فيكن تحطوها حد دون وفيكن تاكلوها مثل ما نحن الطريقة اللي عملناها قدامنا هون. يعني هيدي اكسترا للي بيحب ياكل صلصة معه. حياة بتقول تسلم دياتكم رمضان كريم. أمينة ألف صحة. أرجوان ألف صحة يسلم دياتكم رمضان كريم. محمد ابن خالد تحياتي لألك. منورين الشباب أحلى شيف أبو علي. هلا بدنا نصفي المرقة هيدي ونحطها. لازم نعمل سحب وحدا يربح طبق من هول الأكلات. أكيد مثل ما شايفين بعتقد حطوا الكاميرا هلا على الطبخات زوم إن مثل ما أنتم طلبتوا. فيكم تشوفوا هوني شوربة العدس وهيدا الطبق الثاني اللي هو الدجاج على الطريقة الشرقية. زينب بتقول الله يحفظك حاج. سوسو بتقول جود جاب. سيدي بتقول الله يجعله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم جميعا اكيد على هيدي المتابعه. حطينا المرقه هلا بدنا نخفقها شوي بالشريط لننعم الصلصه. تمام اوكي. زينا الكاميرا عند الحج اكيد. خلينا بس اتاكد من شغله.
اوكي بتقول لهم شو عم تعمل بس لحتى كانوا يضلوا متابعين. عم نعمل الصلصه قلنا رو اشقر اللي هو طحين وزبده، نقل الطحين بالزبده ليصير لونه اشقر. نعم بس يصير لونه اشقر بدنا نحط مرقه يعني 50 جرام زبده 50 جرام طحين ونحط له 300 جرام مرقه. جميل. بدي صحن بشهي الاكل. ارجوان ارجوان اذا انت بمشيغن تكرم عينك تفضلي لعنا على الاستديو وجيبي معك طبق واحلى صحن. حبه قرفه لانه هذه طبخ شرقي فينا نحط له قرفه شويه بهار اسفر حلو. شكرا يا باسمه، شكرا يا اميره. نجلاء بنت عمي كمان تحياتنا لك، بتقول لك يسلموا على هالديات. علي احمد بيقول تحياتي لك وللشيف ابو علي رمضان كريم، تحياتنا لكم جميعا. فينا نحط الزوم بعد على هيدي شوي زينه بس نفرجينا عليها لهيدي بتكون خلصت الصوص هونيك. الصوص خلصت اكيد. حال الصوص خلصت اوكي تمام. رولا عمر بتقول شيء بشهي. اكيد ما تنسوا رح نسحب باخر الحلقه رح نسحب اسم فائز كمان يربح معنا يربح $50. نضيفها ايه نضيف هيدي تمام. انا بحط لهيدي هون. ايه الصلصه اذا مبينة عندك؟ مبينة الصلصة؟ اوكي هلا رح مبين الصلصة، كنا عم نفرجي على الاكلات هون بشكل زوم. ايه الصلصة اللي عملناها؟ اللي هي رو اشقر يعني طحين مع زبدة، شقرنا طحين. نعم. فينا هي نفس الصلصة فينا نعملها للمغربية بس بدنا نحط مية الدجاج فيها تبع المغربية، بكرة بس نعمل مغربية نعمل الصلصة هي زيتها معانا. اكيد هلا عم نصب الصلصه. نحن فينا بعد نشتغل على هذيك الميل اذا خلصنا فينا ننقل هالكاميرا لهون. خلصنا خلصنا فينا ننقل هالكاميرا لهون اذا بدك زينه. صحه وهنا كله عم بيقول لك صحه وهنا. مش مجامل يا شيف ابو علي من الاوائل اللي قدموا اشهر ماكولات في لبنان والعالم العربي ومن الناس اللي بترفع لهم قبعه في لبنان وفي البقاع الغربي خصوصا. اكيد صرنا شكرا على يعني الكلام الجميل جدا اللي عم بتكتبوه. اكيد نحن رح نفرجيكم على الطبق تبعنا يعني اسم الله خلصنا ساعه على القد يعني سبحان الله اسم الله عليك. عملنا اكثر من طبق اليوم. نرجع نذكركم بالاطباق اللي عملناها هون. عملنا شوربه عدس مثل ما شايفينها، اكيد البقدونس اللي موجود من فوق هيدا الزينه، وعملنا قول انت عرف عنه. عملنا هون الدجاج على الطريقه الشرقيه، قلنا نحن الفروج حطينا له ملح وبهار شويه سمنه او زيت بنحمره بالفرن ليصير اشقر، نحط له مواد عطريه معه جزر كرات كرافس ورق غار عجين قرفه بقلبه وشويه مي صغيره ومنصير نسقي كل شيء نص ساعه او ربع ساعه ثلث ساعه من المرقه اللي هي بكعبه ومنسقي الفروج. نعم. من قيمه بنعمل الصلصه مثل ما الصلصه عملناها رو اشقر طحين مع زبده وحطينا المي صفيناها اللي هي كان بكعب الصينيه وعملنا صلصه شقر. الرز عندنا 400 جرام رز و200 جرام لحمه مفرومه وسط. نعم. وعندنا 100 جرام بصل وعندنا 75 جرام سمنه او زبده وزيت. قلينا البصل اول شيء بالزبده، رجعنا حطينا اللحمه فوق منه لحتى اللحمه استوت. الرز بنكون مغسلين ونعين وشي ساعه ما بيأثر اكثر من الساعه ما بيأثرش. نعم. بس نعناه زياده بنصفي بنخفف كميه المي عنه. بنقلب الرز ليتغلف مواد دهنية، نرجع بنحط له اللي هو البهار اسود حلو وقرفة ناعمة وبرش جوز الطيب وملح. ملح لانه اذا كان في عندنا الفروج عم نسلق على النار بكون احنا حاطين ملح بالماي. نعم. بدنا ننتبه للملح اللي ما نحطه. نعم. بس يبين فيه سكوب للرز ساعتها بنغطيه، ما بنغطيه بالاول بس يبين سكوب بعد بكون بده 10 دقائق ليستوي ساعتها بنغطيه وبس يستوي فينا نحطه على جنب ليرتاح. ساعتها بنسكب الرز والفروج بالنص، فينا نقطع الفروج اربع قطع زبنه ونحطه على وجه الرز. بنقدم الرز مع الدجاج والقلوبات على وجهه والصلصه على جنب. هيدي الصلصه اللي بيحب يحطها على الدجاج. في حب في بيحط مثلا دجاج ورز بيحط صلصه على وجهه. على وجهه من فوق. كمان نفس الشيء بتنعمل هيدي للخروف المحشي للفخذ غنم اذا عم تحمره او اوزه بتعمل نفس الصلصه هيدي. نعم. وتحط منها على وجه
طيب زينة، فيك تعطيني الكونتينر الأزرق اللي هون كان تبع الأسامة؟ أكيد خليني أخذ كم كومنت قبل ما نسكر الحلقة نحن وياكم. محمود بيقول ما شاء الله بإمكانيات بسيطة عم تدخلوا السعادة على قلوبنا خصوصا بالشهر الفضيل، وكمان ريحة بلدنا لبنان من الحكي لوصف كل الشغلات. سوسو بتقول يسعدكم يحفظكم ويخليكم. يا زهراء تحياتنا لك. شريفة بتقول I'm fasting and now I'm getting hungry. ماي زيدان عم تسأل هل يا ترى الحاج رح يعمل هيدي الوصفات كل يوم؟ مبدئيا كنا المفروض نحن نعمل حلقة واحدة بس بالأسبوع نهار الأربعة، بس هلأ رح نصير كل أربعة وجمعة إذا الله رد رح تصير. كنت كتب أنا اسم هون وين طار؟ ما بأثر هلأ برجع بجيبه. وأكيد بنشوف قبل ما فينا، يعني كل اللي عم بيجوا النوال يعني كل الكلام اللي عم بيجي صراحة جميل جدا، فكرة البرنامج حلوة كتير. عبد الأمير تحياتي لك والأشيف أبو علي ويعطيكم العافية، تحياتي لكم جميعا. عم بيقولوا الحلقة لازم تكون أبكر شوي، عطونا أفكار للإفطار ومعنا الوقت نحضر. أكيد الحلقة هي 4:30، ففي أشخاص ما بيطبخوا دغري، في مدارس ما مدارس، يعني كمان عم نحاول نوقت الحلقة تكون ضابطة للكل، فعشان هيك يعني. بس اكيد يعني خدوا الفكره من هلا لتاني نهار. طيب انا حابب اسحب ربحين يربحوا معنا هلا حاليا. كنا قايلين ربح هلا وربح عشيه بالليل. عجبني يعني رمضان كريم وانتم اكرم من مين مثل ما بيقولوا. رح نسحب اسم من امريكا وتكرم عينكم، رح نسحب اسم من لبنان يربح 200,000 بلبنان، وامريكا بيربح $50. تمام، فرح نسحب اسم من هون. سحب لنا اسم هيك، عملتك بس على المايك اسم واحد بس. طيب هذا اسم امريكا هلا، ايمان بادي من اوهايو. ايمان بادي من اوهايو على هيدي وين زين هون يعني. ايمان بادي من اوهايو، الف مبروك $50 ربحتي يا ايمان. والاسم الثاني من لبنان، خلود برو من لبنان، ربحتي معنا 200,000. من امريكا ربحت $50، من لبنان ربحوا 200,000 لبناني. اوكي اكيد تواصلوا معنا وان شاء الله نحن من بامريكا من خلال زال، من خلال ابل باي، من خلال كاش اب وباي بال. بلبنان ان شاء الله حدا بلبنان بعثوا لنا رقم تليفون تبعكم وحدا بلبنان بيتواصل معكم وبيعطوكم المبلغ. فالرابحين اليوم من امريكا ايمان بادي من اوهايو، ومن لبنان خلود برو من لبنان ربحت 200,000. الف مبروك لكم جميعا. خلينا نسكر الحلقه نحن وياكم. انا اضطريت جيب جاتي كبير قد ما في اسامي صراحه. شكرا، حلقه جميله جدا، بيضت الوجه اسم الله عليك. هيدي كانت اكلاتنا لليوم، الانجريدينز موجودين بقلب الحلقه كانوا. ايضا الحلقه ما راح تروح ولا مطرح موجوده على صفحاتنا، الحلقه راح تضليها موجوده على فيسبوك. سو اذا حضرتوها هلا بدك ترجعوا بدك تقربوا بدك تشوفوا شغلات معينه، فيكم تحضروا الحلقه على وقتكم، تشوفوا الستابس على وقتكم. وايضا الحلقه موجوده على يوتيوب راح تكون بعد شوي، وايضا على الويب سايت الخاص فينا اللي هو www.whatsappmedianetwork.com. هيدا كان حلقتنا الاولى من برنامج مطبخنا. معنا برمضان رح يكون في كتير برامج، على السبعة رح يكون في برنامج نوافذ الروح كتير حلو كتير حلو، أنا بنصحكم تحضروها للحلقة مع الأستاذ زهير علوية. في برامج اربحوا احذروا اربح مع زينب، برامج للأطفال مع زينب، برنامج بوك الجمعة رح يكون سهرة رمضانية معي أنا، كتير حلو البرنامج إن شاء الله رح يعجبكم، سرب كتير نايس. وايضا برنامج عبق من الرحمه مع الاستاذ خضر فرحات، رح يكون معه الشيخ محمد مرديني والشيخ محمد الهي بكره على الساعه 7 كمان لنحكي عن رمضان من الناحيه الدينيه. الى ان القاكم في حلقات مقبله من هذا البرنامج وبرامج اخرى. كان معكم حسين هاشم و محمد هاشم الشيف الاستاذ محمد نور هاشم. الى اللقاء، تصبحوا على الف خير، رمضان كريم. تصبحوا على خير. Do 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 do